أرحب بعضو الحزب الديمقراطي من نيويورك سيد مهدي عفيف. أهلا بك سيد عفيف. ويعني اليوم بعد تصريحات مدير الوكالة بأن المحادثات على مدى اليومين الماضيين لم تضف شيئا، الأزمة ما تزال تبارح مكانها، إلى أين يتجه اليوم الاتفاق وأطرافه؟ تحية إليك يا أخي العزيز. في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية أعربت منذ بداية النقاش في العودة للاتفاق النووي عن هناك خطوات سيتم اتخاذها إن لم تعد إيران لهذا الاتفاق. شروط إيران ومحاولتها التملص من هذا الاتفاق لن يثني الولايات المتحدة الأمريكية عن الاستمرار. هناك محاولة أخرى لأن يكون هناك عودة بخطوات تبدأها إيران ثم تبدأها الولايات المتحدة الأمريكية مع ضمان عودة المفتشين بالشكل كامل. في حالة عدم رضوخ إيران لهذه المتطلبات ومحاولتها التملص سيتم الاستمرار في الضغوط الاقتصادية، ولكن كما سمعنا من وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن صبر الولايات المتحدة الأمريكية بدأ أن ينفذ. وأخيرا في اجتماع البحرين عندما كان وزير الدفاع الأمريكي في هذا الاجتماع قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي وأن الخيارات جميعها متاحة. نعم، بالتالي أين تقف جميع الأطراف من الجولة الجديدة لمفاوضات فيينا، خاصة في ظل الضغط الإسرائيلي على واشنطن أيضا والقوى الدولية؟ الضغط الإسرائيلي لا يؤثر في هذا الموضوع. إسرائيل لم تكن أبدا أحد أطراف هذا الاتفاق النووي. هناك تخوفات إسرائيلية، وكما نعلم أن إسرائيل في بعض الأحيان تضرب في مواقع معينة في إيران. محاولات إسرائيل في هذا الشأن هي تحاول أن تؤثر على المجتمع الدولي فيما يخصها هي شخصيا، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قالت مرارا وتكرارا أن الحل الأمثل هو العودة للاتفاق النووي، حيث يستطيع المراقبين متابعة هذا الاتفاق عن قرب، وخاصة أنه لا توجد هناك ثقة في إمكانيات إيران أن تعود هذا الاتفاق بشكل كبير إلا في حالة وجود إعادة الكاميرات وإعادة المراقبين. وحتى في هذه الأثناء هناك بعض تقارير عن محاولات إيرانية لخلق مواقع أخرى سرية لتنشيط الإيراني. بالتالي أنت تعتقد أن هذه المخاوف الإسرائيلية والضغوطات لن تؤثر بأي مواقف دولية تجاه الملف النووي الإيراني؟ لا أعتقد. المجتمع الدولي يرى أن العودة إلى اتفاق النووي الإيراني هو أفضل شيء للمجتمع، حتى لا تتصرف إيران بحمق مثل قبل، وفي نفس الوقت أن يكون هناك متابعة دائمة لما يتم في داخل هذه المفاعلات. والولايات المتحدة ترى أنه لا يمكن أن العودة كما ترى إيران ورفع جميع هذه العقوبات، بل على العكس منذ أسابيع كان هناك عقوبات جديدة تم توقيعها على إيران، وأن مسألة الرفع ستكون متخصصة فقط فيما يخص البرنامج النووي لإيران بشكل مبدئي، حيث يكون هناك حراك في إيران بالسماح ثم يأتي من بعدها رفع بعض هذه العقوبات، وبالتالي يتم هذه آخر التطورات في هذا الشأن. نعم، إدارتين جديدتين اليوم تجلسان على طاولة الحوار من الجانب الإيراني والأمريكي، إلى أي حد باعتقادك سيؤثر الطرفان في حلحلة خيوط الخلاف في هذا الملف؟ الإدارة الأمريكية تعلم جيدا مدى تصلب الإدارة الإيرانية، ولكن العقوبات ما زالت مستمرة، وكما ذكرت الإدارة الأمريكية مرارا وتكرارا أنه هناك اختيارات أخرى، وهذه الخيارات يتم مناقشتها مع دول الجوار والحلفاء، لأن كما نعلم إيران لديها الاستعداد للانتحار لمجرد الدفاع عن هذا الاتفاق النووي، ولكن الولايات المتحدة تحاول أن يكون هناك خطوات مختلفة قبل الوصول إلى ضغوط أخرى يتأثر بها بشكل كبير المواطن الإيراني وليس النظام الإيراني. وهناك حتى الخيار العسكري لا زال متاحا بشكل يعني مبدئي، لكن الإدارة تحاول بشكل كبير أن تتفادى هذا الخيار. نعم، ماذا عن الإدارة الإيرانية؟ البعض يرى أنها اليوم أكثر
تمسكا بأي طروحات تخص الملف النووي الإيراني، هل سيؤثر ذلك على تعقيد الحوار بشكل أكبر؟ لابد أن نكون واقعيين. الإدارة الإيرانية تحاول إثبات للداخل الإيراني بأنها أكبر تأثيرا، لكن هناك من وراء الكواليس محاولات لحلحلة الضغط الاقتصادي رهيب. كما نعلم الاقتصاد داخل إيران يكاد أن ينهار، وهناك مشاكل كثيرة جدا في الداخل الإيراني. لا أعتقد أن هذه الضغوطات تستطيع الصمود لوقت طويل، لأن التأثير المباشر على المواطن الإيراني سيكون كبير. لذلك أعتقد أن الإدارة الإيرانية تحاول أن يكون هناك خطاب للداخل الإيراني والظهور بمظهر القوي، وفي نفس الوقت تعلم جيدا أنه لا يمكن الاستمرار إلى ما شاء الله في هذا نعم. إلى أي حد تواجه إيران ضغوطات داخلية بشأن مشاكلها الاقتصادية المتعلقة بالعقوبات اليوم؟ الضغوط الداخلية كثيرة جدا، حيث انهارت العملة الإيرانية، أصبحت الأساسيات التي يحتاجها المواطن الإيراني غير متاحة. لولا التعاون مع بعض الدول من وراء الكواليس في تمرير بعض المواد، لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل داخل إيران. الحصار الاقتصادي على إيران سواء في الخليج العربي أو في مناطق أخرى بلغ أشدة. لا أعتقد أن إيران تستطيع الاستمرار بهذا الشكل دون أن تبيع البترول الخاص بها، لأنه لا يمكن أن يأكل الإيرانيين بترول. نعم، شكرا جزيلا لك عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي، كنت معنا من نيويورك.